ميرال اطلقت مشروع ورنر براذر ريورد ابو ظبي في جزيره ياس تقريبا باستثمار ما يقارب مليار دولار امريكي. مساحه المدينه تقريبا 1,650,000 قدم مربع، بيشمل في المدينه 6 مدن مختلفه. الجميل في المدينه بيكون فيها ثيمينج وبيكون فيها شخصيات مختلفه من ورنر براذر، سواء من الكرتون كاركترز اللي هم سكوبي دو وتوم جيري والسوبر هيرو اللي بيكون فيها باتمان وسوبرمان وشخصيات مختلفه كذلك. ان شاء الله الافتتاح بيكون 2018. كذلك اطلقنا مشروع كلايم واللي هو بيكون اكبر اندور سكاي دايف على مستوى العالم، وكذلك في اكبر جدار تسلق داخلي بيكون، وكذلك الانجاز بيكون في 2018 باستثمار ما يقارب 100 مليون دولار امريكي.